قطاع البيع بالتجزئة من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، بيمثل هو وأنشطة البيع المختلفة حوالي 16% من الناتج الإجمالي المحلي المصري. طبعا قطاع البيع بالتجزئة بيشتغل فيه عدد كبير جدا من العمالة، وفي نفس الوقت فيه تفاصيل كتير جدا في كل جوانب التشغيل بتاعته. ده بيخلينا بنحتاج ندرسه بشكل بيجمع ما بين العلم والخبرة. العلم احنا بنجيبه من الكتب المهمة في قطاع البيع بالتجزئة، والخبرة ان شاء الله لان بحرصين على اللي احنا نضرب أمثلة عملية في كل جانب من جوانب الكورس بتاعنا. انا محمد عميش، مدير إدارة التشغيل وإدارة العمليات في احدى شركات المحمولة العالمية في مصر، حاصل على ماجستير إدارة اعمال وبحضر دكتوراه حاليا. هكون معاكم من خلال الكورس على موقع يوديمي عشان نتكلم ان شاء الله في كل التفاصيل المتعلقة بإدارة البيع بالتجزئة. هنتكلم في الكورس عن نقاط أساسية في إدارة البيع بالتجزئة، زي التعريفات المختلفة، زي علاقة البيع بالتجزئة بإدارة التوزيع، زي التعريفات اللي مفيش غنى عنها لأي مدير فرع أو لأي حد بيشتغل في المجال ده، زي إدارة المخزون والمفاهيم الأساسية عشان نحط التارجت بتاعنا، إدارة الموارد البشرية الموجودة جوه الفروع. هنتكلم عن مفاهيم تانية كتير هتساعدنا في إدارة الفروع بشكل فعال، وهنتكلم برضو عن الاستراتيجيات الخاصة بإدارة الفروع، ازاي نشتري نشاط قائم، ازاي نبدأ نشاط مش موجود اصلا، ازاي نتوسع في النشاط الموجود عندنا. كل ده بإذن الله هنتكلم فيه، وهندي فيه فكرة شاملة وتطبيقات عملية ان شاء الله تبقى مفيدة لحضراتكم وتساعدكم على إدارة الفروع بتاعتكم بشكل اكثر فعالية. وبمناسبة عروض الجمعة البيضاء ان شاء الله يكون في خصم خاص على الكورس، هسيب لكم رابط الخصم مع الفيديو. اتمنى ان شاء الله الكورس يبقى مفيد وممتع بالنسبة لحضراتكم، وهبقى سعيد جدا باي تعليق او اي استفسار في خلال الكورس او عن طريق الصفحة او عن طريق اي وسيلة تواصل.